عارفة يا فريدة، أنا بفتكر لحظات في يوم 30 يونيو. ايوه يعني طبعا الناس حواليا والكلام، وكنا في رمضان طبعا. لو بتفتكري، ايوه والناس بتوزع على بعضها الأكل، ناس ما تعرفيهمش يجيكي خلاص. بلحين، يعني حاجة كان إحساس رهيب جدا. بس بعد شوية، يعني أنا نزلت قبل الفطار، بعد شوية يا فريدة فجأة ميدان التحرير حسيت إن مفيش أكسجين في الجو، والله العظيم كأن ما في يجي 30 مليون ولا بالظبط 35 كده، مليون. سحبوا الاكسجين حسيت كل شوارع مصر. بقيت هوي كده، وقلت عايزه اروح يعني بصراحه. قلت ايه ده، ما فيش حتى الجو اتنفسناه كان في يوم اليوم حر 30. كمان جدا. انما انا عايزه اقول لك، يعني بعد نجاح الثوره اللي بدأت حقيقه يوم 30 يونيو، اي ايه المكتسبات اللي خدتها المرأة المصرية؟ المرأة المصرية خدت مكتسبات خرافية أسطورية، لأن المرأة المصرية كانت قبل الثورة على طول كانت عورة، فاكرة ولا لأ؟ كنا عورة. عورة؟ عورة، عورة. المرأة عورة، المرأة هباب، المرأة مش عارف ايه. وصوتنا، أنا خايفة على صوتنا، أنا بس بالظبط. مزعلانة قوي كمذيعة على صوت المرأة احنا عورة. كنا صوت المرأة بنهتف عورة، يعني عند الناس. الاتحادية، كنا بنهتف صوت المرأة مش عورة يا مرشد، كلنا ورا لا بعض. دول ده مرشد بلاوي يعني الحقيقة. بس اللي أنا عايزة أقوله إن المرأة المصرية اللي هي نزلت مع أولادها وحامت مصر من الانهيار، ووقفت في وجه كل أعداء مصر وقالت لا مصر هتفضل المحروسة بإذن الله، اللي ورد في القرآن وفي الإنجيل، مش معقول يعني دول ناس ما لهمش دعوة لا بوطنية ولا بدين في رأيي، يعني لأن الدين حاجة تانية. فالمرأة المصرية، الرئيس السيسي لأنه مصري قوي ويعني حتى الصميم يعني اللي لا يعني ممكن الواحد يوصفه، أنا عمري ما هنسى إن أول ما سمعت العبارة بتاعته في البداية إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، رحت كاتبة مقال في الوطن قلت نعم السيسي رئيسي، لأنه ده ولا اللي بيقول لي 99% الأوراق اللي عايبة في إيد أمريكا؟ لا ده. فده ليه بقى؟ قال المرأة المصرية هي اللي حمت البلد، حمتها بشخصها وبولادها، يعني وقفت المرأة المصرية الوقفة اللي هي من منذ فجر التاريخ، وهي مع جوزها في الحقل، وهي مع، وبعدين كان عندنا ملكات ملكات أشهر شهرهم هاتشبسوت، قبل أكيد في بالظبط كده أخريات، حد كليوباترا وكله يعني. فدول اللي جم دول، أنا رأيي بقى إنه الرئيس السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها لأنه مقدر دورها وواعي لهذا الدور العظيم اللي عملته. على فكرة إحنا جزء من بلدنا، إحنا مش لما بنقف الوقفة دي إحنا ما عملناش حاجة يعني نشكر عليها، إحنا عملنا الواجب واللي لازم نعمله عشان بلدنا. يعني أنا عمري ما هنسى إنه يعني أنا يعني مرة كان حد بيقول لي على يوم ما نزلت في 9 يونيو الأولاني، يعني فقلت لهم نسيت لأول مرة في حياتي أنسى إن أنا مخلفة نبيل اللي أنا جايباه في السنة الثامنة لزواجي يعني. فالراجل كان مرة واحد من الاتحاد الاشتراكي، وأنا كنت ماليش دعوة رغم إن أنا ناصرية، إنما عمري ما دخلت الاتحاد الاشتراكي ولا أعرف هو إيه يعني. فقال لي طب إزاي كده يا مدام، إزاي تنزلي ليه تأخرتوا كده، يعني ليه تأخرتوا 8 سنين عبال ما جبتي ابنك يعني؟ قلت له الواد كان متعطل بقرار جمهوري لأن علي كان في السجن فكل الزملاء في الشركة قعدوا يضحكوا، أنا كنت محامية في شركة أسمنت ترى، قعدوا يضحكوا، بعدين هو فهم كده، هم اترعبوا لما فهم وغيرنا الموضوع يعني. فاللي أنا عايز أقوله إن بلدي بتبقى قبل أي حاجة، يعني شوفي أنا 8 سنين وجالي نبيل، المرة الوحيدة اللي نسيت فيها إن أنا مخلفاه هو اليوم ده. ويوم 30 يونيو أنا نزلت وكان ما كنتش متأكدة هرجع تاني. والله. وأعتقد إن كل الملايين اللي نزلت كان عندها الشعور ده.